دلوقتي تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ونتابع أيضا أهم المباريات اللي هتتلعب في إطار الجولة 18 من إطار الدوري الأسباني لكرة القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هيعلن عن انطلاق فعاليات دورة جديدة لمعرض صنع في دمياط للأثاث المقام بالتعاون والتنسيق مع محافظة دمياط. يستمر المعرض حتى 30 ديسمبر داخل مبنى مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر في القاهرة. النهاردة هيقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية أمسية جديدة من أمسيات صالون مقامات. يقام صالون هذا الشهر تحت عنوان في محبة أحمد بن عبد الله بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية. النهاردة لعشاء الدوري الأسباني موعدهم مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة. هيلتقي ريال بيتس مع جيرونا الساعة 8، في نفس التوقيت هيلتقي قادش مع ريال سوسيداد، 10:30 هيلتقي ريال مدريد مع ألافس، في نفس التوقيت هيلتقي ريال مايوركا مع أوساسونا. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة 18 من عمر المسابقة، هيلتقي فيها كريستال بالاس مع برايتون الساعة 10 بالليل.